اليوم بلادنا منخرطة بقوة في مسلسل الانتقال الرقمي. الانتقال الرقمي تيعتمد بامتياز على الكفاءات الرقمية، فكان بالضروري نشتغلوا مع وزارة التعليم العالي باش نزيدوا في عدد الخريجين في مجال الرقمنة، وندوزوا من 8000 سنويا الى 22500 سنويا في افق سنة 2027 باذن الله. هاد التكوينات تتهم تكوينات في الدي او تي ليسونس ماستر فورماسيون دانجينيور في مجال البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمه، الامن السيبراني وغيرها، وكتهم مختلف جهات المملكه. هاد الشباب ان شاء الله غادي يكونوا عنده افاق شغل مهمه، كما انه غيساهم بشكل كبير في التحول الرقمي ديال بلادنا وفي النمو ديال الاقتصاد الرقمي في بلادنا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.